يهتفون للعراق، الوطن الذي يريدون استعادته من براثن القتلة والفاسدين. زحفوا باتجاه المنطقة الخضراء، معقل الظلم والفساد والطائفية الجاثمة على صدور العراقيين. أرادوا إيصال رسالتهم مرة أخرى واضحة مدوية، لكنهم وجدوا رصاص القناصة بانتظارهم. يؤكد المتظاهرون أنهم إيرانيون. آلة القتل لم تمنعهم من عبور جسر الجمهورية، وفي الطريق إلى بوابات المنطقة الخضراء وجدوا أمامهم من جديد رصاصات الغدر التي جاءت هذه المرة من حماية مبنى السفارة الإيرانية. هذا الضرب على المتظاهرين حمار السفارة الإيرانية، حتى تشوف العالم جاي يسوون. خلي تشوف الناس من اللي جاي يقتل الشعب. هل تعرف الناس من اللي جاي يقتل الشعب؟ هنا احنا قرب السفارة الإيرانية في أبواب المنطقة الخضراء. خلي تشوف الناس من اللي جاي يقتل الشعب. ضاعوا من اللي جاي يقتل الشعب. خلي تشوف الناس. انتم ايش فيكم؟ انعرفت الحقائق. من اللي جاي يقتل الشعب؟ احنا وين؟ فالحقيقة انما اتخذته اللجنة تعهدات الحكومة وكلامها عن عدم استخدام القوة تجاه المتظاهرين كذبتها الصور القادمة من هناك. متظاهرون آخرون انضموا إلى قافلة شهداء الانتفاضة، وإصابات بالجملة بالرصاص وقنابل الغاز. تصميم المتظاهرين على المضي قدما حتى إسقاط النظام واقتلاع الطبقة السياسية بكل أحزابها ورعاتها ومنتفعيها أكدته هتافاتهم التي صدحت بها حناجر العراقيين في انتفاضة تشرين، وشددت على أهمية هذا المطلب وأولويته في ثورة أبناء العراق. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب